عندنا خبر اخير كده بقى، يعني ايه حديث العالم بعيدا عن النادي الاهلي قبل ما نطلع فاصل، وهو خبر انتقال رونالدو لنادي النصر السعودي مقابل مبلغ مالي كبير جدا جدا جدا. وده طبعا كان ربما يكون صدمه لعشاق كريستيانو رونالدو، وربما يكون يعني شيء ايجابي جدا للدوري السعودي، مع كامل احترامنا طبعا وتقديرنا لفريق النصر السعودي. الخطوه اللي خطاها دي خطوه مهمه جدا على طريق وضع الدوري السعودي في مكانه مختلفه بشكل كبير جدا، حتى لو كان كريستيانو رونالدو في بعض الاوقات كان بيقول ان هو هينهي حياته الكرويه في نادي في اوروبا، وهينهي حياته الكرويه وهو في قمه مستواه. حاليا هو في نادي في اسيا، نشوف القصه هيبقى في قمه مستواه ولا لا. ولكن هنا نقطه مهمه جدا، لان وزير الرياضه قال ان هيتم دعم كل الأندية السعودية بمثل هذه الصفقات النوعية. عندنا نقطة سابقة للأحداث شوية، وهي نقطة كأس العالم الأندية اللي هيشارك فيه النادي الأهلي. نادي الهلال عنده إيقاف قيد في السعودية، وبالتالي لن يحق ليه التعاقد مع أي لاعب في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ونادي الهلال مرشح ان هو يكون في لقاء بينه وبين النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. نتمنى الا تكون صفقه رونالدو للنصر هي يعني تهدئه للراي العام في السعوديه، وتهدئه لجماهير النصر في حاله فتح القيد لنادي الهلال. وانت طبعا فرحان في رونالدو؟ لا مش فرحان في رونالدو، بس اكيد ما حدش هيجيب رونالدو بالارقام دي عشان تهدئه جمهور الهلال. يعني طبعا بالنسبه لنادي النصر والدوري السعودي اكيد دي خطوه مهمه جدا. يمكن كنت شفت لقطه النهارده لجمهور النصر وهو بيهتف سي لرونالدو. الموضوع بدأ بدري، واكيد فعلا طبعا دي نقله في النهايه فيما يخص الدوري السعودي ونادي النصر، نادي اكيد عربي بنعتز بيه فيما يخصه هو حقق اهدافه، وهو بالنسبه له دي نقله نوعيه كبيره جدا. الدوري السعودي طبعا انظار ملايين على مستوى العالم من عشاق رونالدو هيتوجهوا ليه، فكل ما يتعلق بنادي النصر والدوري السعودي انا شايفها مكاسب. وطبعا شايف كمان ازاي الناس بتفكر تدعم انديتها السعوديه، ازاي الناس بتفكر في السعوديه. وده يا جماعه اتكلمنا فيه مش من لحظه انضمام رونالدو، احنا بنتكلم ازاي الدوري السعودي وازاي الكره في السعوديه لديها اجنده عمل فعلا تستحق الاحترام وفعلا الارتقاء بالانديه. الناس بقى ما بتجيش تقول لك نقلل عدد المحترفين ونمنع الاحتراف عشان خاطر الناس بلاعبين محليين، ولكن وسط محترفين ارتقوا بمستواهم، قدروا يكسبوا الارجنتين وقدروا يقدموا في كاس العالم مستوى طيب جدا. الناس بتفكر ان هي ازاي تطور الكره السعوديه، مش الحلول اللي هي بتاعت افتح لي يلا تعال نطلع فكره ان احنا نلغي ده بس او نعدل ده بس. لا، الناس بتتحرك في 100 اتجاه. انا مفيش مشكله اطلع لاعبين للاحتراف، بس كمان اقوي الدوري بتاعي واجيب محترفين، يكون في تنافس، يكون في مستوى افضل بشكل كبير. اما على مستوى رونالدو يعني فهي خطوه فعلا من امبارح، يعني اكيد في طبعا اختلاف في وجهات النظر عليها. رونالدو كان لديه وجهات نظر دايما بيعلن عنها ان هو ينهي في اعلى المستويات، ينهي كراجل بيشوف نفسه في مقابلته الاخيره مع بيرس مورجان ان هو رجل يستحق انه يعمل ارقام اكبر في دوري ابطال اوروبا، راجل يكتب تاريخ اكبر. كان شايف ان هو بعيد عن الانديه اللي هي الخاصه بالمنطقه العربيه او الانديه اللي بتستقطب اللاعبين في نهايه مسيرتهم. رونالدو كان بيقول كلام، ولكن الوضع انتهى بيه الى كلام مختلف. تقدير يا صديقي، تقدير. هو رونالدو كان بيبحث عن التقدير، وهو لقى التقدير بشكل كبير جدا في تقدير. هو التقدير المالي كمان يعني قبل الادبي. رونالدو كان هيلاقي التقدير الادبي. بتتكلم عن الاحتراف، بقول لك انت هتعرف تجيب حد زي رونالدو بالمبلغ الكبير؟ لا طبعا، بس قبل رونالدو كان في ده واخد 13 ضعف راتبه في مانشستر يونايتد، واخد بالك؟ طبعا يعني رونالدو الناس من امبارح بتحسب له. انا شفت كل الناس الثانيه ب5 يورو. الثانيه بكام؟ ب5 يورو. طب ماشي يعني الشويه اللي احنا اتكلمنا عنه. اسامه خلينا نطلع فاصل يا اسامه. نطلع فاصل نشوفكم بعد الفاصل، لان الثانيه بتاعت ال5 يورو دي محتاجه تفكير وحسابات كتير جدا.